أستاذي كريم، لعلي أضيف أن الذي يحتاج إلى سحب الثقة أو البرلمان نفسه يجب أن تسحب منه الثقة، لأن برلمان فاشل ليس فقط فاشل للأسف الشديد، يعني فهناك فرق بين أن تحاول وتفشل وبين أن تكون عميل متطوع. يعني أنا لا أثق في هذا البرلمان إلا من رحمه ربي. ممارساته ضد الوطن، ممارساته يعني استباحة الوطن، لا يجرؤ أن يقدم تعزية في مدنيين قتلوا بسبب قصف طائرات دول أجنبية لمدن ليبية. يا رجل أنت برلمان ليبي، لا تجرؤ أن تخرج تعزية، بل تهني تلك الطائرات على قصفها يفترض لي كذا. يعني ممارسات البرلمان نفسه، ممارساته بالإضافة إلى أن المحكمة الدستورية لغاته وأكثر الفضائيات والنخب في الوطن يسميه البرلمان منحل، برغم من هذه الممارسات ولا لا، إذن هو الذي يجب أن تسحب منه الثقة. لا يعني هذا الكلام، لا يعني على الإطلاق أن السراج لا يجب أن تسحب منه الثقة. يعني هو أيضا يعني فشل ذريع جدا جدا، وأولى خطوات فشله هو الانحياز لطرف ليبي ضد طرف ليبي ثاني. سبحان الله، نعم. أنت مجلس رئاسي ونفس الخطأ دار البرلمان، الانحياز لليبيين ضد ليبيين بصرف النظر على أي طرف أنت. يا أخي كيف تكون برلمان وتنحاز لطرف؟ كيف تكون مجلس رئاسي وفارضك علينا مجتمع دولي وغصبا عني نب ولا ما نبوش ولا لا، وجي تبدأ تنحاز لطرف؟ وللأسف الشديد الطرف الذي أنحاز إليه السراج أو المجلس الرئاسي بصفة عامة طرف دموي قاتل. يعني تغاضى المجلس الرئاسي عن جرائم ضد الإنسانية يا رجل، ضد البشر. لا أتحدث عن المتقاتلين اللي يحملوا السلاح، أتحدث عن أطفال، عن نساء، عن شيوخ، عن تهجير، عن تدمير، تغاضى عنها يا أخي الكريم. المشكلة تعازي تأتي لأشخاص ولا تأتي لأشخاص آخرين. نعزي شهداء على سبيل المثال الذين دافعوا عن مش عارف إيش، ولكن نفس الشهداء هذوم سقطوا على أيدي الليبيين، هم أيضا منهم إن شئت تسميهم شهداء. إذن انحياز واضح ملفت للنظر حقيقة، واطي جدا 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 جدا. كان من الأجدر به المجلس الرئاسي بصفة عامة برغم أنه مفروض علينا، لكن كانت عنده فرصة على الأقل أن ينسحب من هذا الانحياز القدر. يعني التغاضي عن تهجير والتركيز على تهجير آخر، الكيل بألف مكيال، الاهتمام بما يهتم به المجتمع الدولي المجلس الرئاسي ولا يهتم بمعاناة المواطن البسيط، لم يركز على الداخل، ركز على ماذا تريد فرنسا، ماذا تريد إيطاليا، ماذا تريد نظرمان هو ولا لا، وبعيدا عن هذا الأمر. ممارسات كثيرة جدا فعلا يجب بناء على هذه الممارسات أن تسحب الثقة من المجلس الرئاسي أو يزال من المشهد بصراحة.